Hi, and welcome back to today's episode of Learn Arabic with Transit Station, Muhatta Tabor, by Yalla Arabi. Yalla Arabi is an educational project and Arabic academy started by an Arabic teacher and an Arabic student. We created an original curriculum for learning Levantine Arabic for all levels, from zero to advanced. And we also offer other dialects and Fasha. So please don't hesitate to reach out to us if you're interested in taking classes. We are always welcoming new students from around the world to take classes online and in person at our locations in Beirut, Damascus, Cairo, Amman, Dubai, Berlin, and in the United States. More information about classes can be found on our website. We're not just about the textbooks, though. As part of our educational project, we are also constantly working on creating materials, such as this podcast, for learners outside the classroom. Each and every episode of this podcast comes with a free PDF transcript and translation. These can also be found on our website, yellaarabi.com. So thank you for listening to this podcast. It really means so much to us and encourages us to keep going. So if you would like to join classes or support us through Patreon, you can find all of those links along with the link to the transcript of this podcast in the description. Today's episode is about the life of Jamal Abd al-Nasser, or as the Egyptians say, Gamal Abd al-Nasser, who was an Egyptian military officer and politician who served as the second president of Egypt from 1956 until his death in 1970. Nasser is known for rising to power shortly after a bloodless coup against King Farouk in 1952, staged by the Free Officers. The period of Abd al-Nasser's rule was described as a period of achievements. His popularity in Egypt and the Arab world increased after the nationalization of the Suez Canal Company and his political victory in the subsequent Suez Crisis. Now Samer will speak about his life in detail. Jamal Abd al-Nasser ولد ب 15 كانون الثاني عام 1918 بحي باكوس بالإسكندرية لأسرة من عامة الشعب بتعود جزورة لبلدة بني مرة بمحافظة أسيوط. نشأ عبد الناصر وتعلم بالإسكندرية والقاهرة والتحق بالكلية الحربية عام 1937 وشهدت سنوات دراسته المبكرة تنافر ومواجهة مع مدرسي البريطانيين. تخرج جمال عبد الناصر ضابط عام 1938 وتم تعيينه بسلاح المشاة بأسيوط والإسكندرية. ضل فترة بالسودان اللي كانت تابعة لمصر بهذاك الوقت قبل ما تم تعيينه مدرس بكلية الأركان. آمن عبد الناصر بالقومية العربية وعمل على ترويج مبادئ الوحدة العربية من وجهة نظره. شارك عبد الناصر بحرب فلسطين وتحاصرت فرقته بمنطقة الفالوجي وبلش الضباط الأحرار بالتخطيط للثورة بمصر اللي كانت مقررة عام 1956. بس الظروف السياسية المصرية والدولية دفعتهم لتقديم الموعد، فقام 89 ضابط مصري من مختلف التيارات وبقيادة الضباط الأحرار بانقلاب أبيض على الملك فاروق عام 1952، وتم إعلان جمهورية مصر العربية وانتهى الحكم الملكي بمصر وصار الحكم جمهوري. تسلم زمام الحكم مجلس عسكري مؤلف من 11 ضابط بقيادة جمال عبد الناصر، وأعلن محمد نجيب أول رئيس وزراء لمصر بالعهد الجمهوري وثم أول رئيس إلى وأعلن محمد نجيب أول رئيس وزراء لمصر بالعهد الجمهوري ثم أول رئيس إلى بقيت هوية الضباط الـ 11 طي الكتمان، يعني ما حدا عرف شو صار فيهن. من الأعمال اللي بتنحسب لعبد الناصر كمان التحولات
اللي أدخل بإطار سياسة الإصلاح الزراعي اللي عادت بالنفع للفلاحين المصريين بشكل عام. على الصعيد الخارجي وبالإضافة لانتصاره السياسي خلال العدوان الثلاثي ومساندته ودعمه الكبير للثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، تمكن عبد الناصر من تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا بال 1958، لكن ما صمدت كتير، يعني ما ظلت وقت طويل، وسرعان ما انفرط طوقة عام 1961 كان عبد الناصر واحد من المهندسين والصانعين لمنظمة دول عدم الانحياز من خلال الدور اللي قام فيه خلال مؤتمر باندونغ التأسيسي عام 1955. بس تعرض لنكسة كبيرة من خلال الهزيمة اللي ألحقتها إسرائيل بمصر وسوريا والأردن بحرب 5 حزيران بال 67، واللي أدت لسقوط سيناء وقطاع غزة اللي كان خاضع للحكم المصري والضفة الغربية اللي كانت تابعة للأردن والجولان السوري. بالرغم من شعبية عبد الناصر الكبيرة بخصوص توجهاته بالاستقلال السياسي والاقتصادي، إلا أنه عهد وصف بغياب التعددية السياسية والاصطدام العقائدي والسياسي مع تيارات سياسية متعددة، أهم الإخوان المسلمين اللي اتهمهم بالتآمر عليه ومحاولة اغتياله واعتبرهم كيان محظور وسجنوا أعدم العديد من قياداتهم مثل سيد قطب. بيعتبر الكتير أنه عبد الناصر شخصية وطنية سعت للاستقلال والحرية والتقدم، وبينظروا له أنه قائد ملهم من خلال ما قدموا للفلاح والمواطن المصري الفقير، بس بيشوف بعض المثقفين أنه فشل بمعالجة قضايا الأمة، وبيشوف آخرين كمان أنه عبد الناصر بيتحمل وزر الإخفاقات، وبيشوف آخرين أنه عبد الناصر بيتحمل وزر الإخفاقات والانكسارات اللي صارت للعرب بالقرن العشرين. من أقوال عبد الناصر اللي بعد عايش بعقول نسبة كبيرة كتير من العرب، قولوا قضيتنا هي قضية جميع الدول المناضلة بسبيل حقها بالحرية والاستقلال، وقال إنه قناة السويس مصرية وإن جزء من أراضينا ومن حقنا إنه نأممها، والقول الذي تخسره بالقوة لا يمكن أن تسترجعه إلا بالقوة. أصبح مثل على لسان كل عربي يحمل القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بقلبه. من أقواله أيضا: اللهم أعطينا القدرة لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقدر أيديهم المرتعشة على البناء. وأخيرا فارق عبد الناصر الحياة ب 28 أيلول عام 1970، وحدثت الوفاة بآخر أيام مؤتمر القمة العربي اللي عقد بالقاهرة لمناقشة ما عرف بأزمة أيلول الأسود اللي حصلت بين الأردن والمنظمات الفلسطينية.